أخبار اليوم. أهلا بكم والنشرة الاقتصادية الأسبوعية لبوابة أخبار اليوم، ومعنا فيها كاريكاتير اقتصادي جديد للفنان سعيد أبو نعيم. السيسي 60 مليار جنيه تكاليف مشروع 1.5 مليون فدان. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مشروع 1.5 مليون فدان يحتاج استثمارات 60 مليار جنيه، وإنه سيتم الانتهاء منه خلال 4 سنوات. وأضاف الرئيس السيسي خلال إطلاق إشارة البدء لموسم حصاد القمح في مشروع الفرافرة أنه تم الانتهاء من نحو 1000 بئر سيتم استخدامهم لزراعة 400,000 فدان. البنك المركزي لم نتفاوض مع قطر لتأجيل سداد وديعة المليار دولار. قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إنه لم يتفاوض سواء بشخصه أو من جانب البنك المركزي مع الجانب القطري لتأجيل سداد الوديعة القطرية البالغ قيمتها 1 مليار دولار، والتي ينتظر سدادها في يوليو المقبل. وأضاف عامر مستعدون لدفع الالتزامات المالية في موعدها لأي جهة سواء قطر أو نادي باريس. الاستثمار نستهدف جذب 15 مليار دولار استثمارات أجنبية. أكدت داليا خرشد وزيرة الاستثمار أن خطة الوزارة تستهدف جذب استثمارات خارجية مباشرة تتراوح بين 10 و15 مليار دولار في كل المجالات خلال العامين المقبلين. 6 مليارات و300 مليون جنيه خسائر البورصة المصرية في 3 جلسات. حققت البورصة المصرية خسائر بلغت قيمتها 6 مليارات و300 مليون جنيه خلال الأسبوع الأول من مايو المقتصر على 3 جلسات فقط بسبب عطلات عيد العمال وشم النسيم، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 407 مليارات جنيه مقابل 413 مليار جنيه بانخفاض بلغت نسبته 1.5%. وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية تراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والسنوية بشكل جماعي، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 2.9% ليسجل مستوى 7547 نقطة. كوريا تبحث الفرص الاستثمارية بقناة السويس. بحث وفد كوري برئاسة وزير التجارة والصناعة والطاقة جو هيون هوان والسفير الكوري بالقاهرة فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورغبتها في المشاركة في تطوير وتنمية محور القناة ونقل خبرتها في مجال المناطق الاقتصادية الخاصة. وضم الوفد شركات هيونداي بالسيارات وسامسونج وجي اس للانشاءات ودوسن ولوتي ودايو والبنك الكوري. وعلمت بوابة اخبار اليوم ان الهيئة الاقتصادية للمنطقة برئاسة الدكتور احمد درويش اتفقت مع غرفة الطباعة باتحاد الصناعات على انشاء مدينة للطباعة بمنطقة محور تنمية قناة السويس. الدولار يتراجع ل10.75 جنيه في السوق السوداء في ختام تعاملات الاسبوع. تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء ل10.60 قرشا للشراء و10.75 قرشا للبيع في ختام تعاملات الأسبوع الجاري، وبلغ معدل التراجع في سعر صرف الدولار نحو 25 قرشا نتيجة إعلان البنك المركزي عن ارتفاع حجم الاحتياط النقدي من العملة الأجنبية ل17.1 مليار دولار. وأكدت مصادر مصرفية أن هذا التراجع يأتي نتيجة لإجراءات البنك المركزي الأخيرة والخاصة بإغلاق 15 شركة صرافة لتلاعبها في سعر صرف الدولار بالسوق السوداء. أسعار الذهب تتراجع 10 جنيهات وسعر عيار 21 يسجل 370 جنيها. تراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بمقدار بلغ 10 جنيهات في الجرام الواحد، وذلك بعد أن شهد الأسبوع الماضي موجة من الصعود التاريخي في أسعارها، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 370 جنيها للجرام، وسجل سعر عيار 18 نحو 317 جنيها للجرام، بينما سجل سعر عيار الذهب 24 نحو 423 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 2960 جنيها. والآن مع الكاريكاتير الاقتصادي للفنان سعيد أبو نعيم. الأسعار بقت نار، أما نشوف آخرتها إيه مع عم الدولار. وإلى هنا تنتهي نشرتنا الاقتصادية الأسبوعية، مع وعد بلقاء في الأسبوع المقبل. انتظرونا.